السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمين بن علي. اليوم بشوف معايا كيفية تحضير شرمورة القرعبة والطزينة ولا صوص القرعبة والطزينة على الطريقة التونسية القديمة بطريقة سهلة مبسطة وإن شاء الله تعجبكم. نشوف مع بعض مقادير شرمورة القرعبة والطزينة ولا صوص القرعبة والطزينة. عندي 500 جرام قرعبة والطزينة اللي هي الكوسة، المهم أخذت منها 500 جرام. عندي راس بصل متوسط، سنتين ثوم، باش ناخذ قليل من الزيت النباتي. عندي ملعقة أكل خل، ملعقة صغيرة تابلو كروية تونسي، وعملت لكم فيديو فسرت لكم فيه بالتفصيل كيفية تحضير التابل التونسي ولا التابلو كروية التونسي. إن شاء الله نحط لكم اللي متاعه في صندوق الوصف. عندي ملعقة أكل طماطم معجونة وملعقة صغيرة من الهريسة الديالي، الهريسة العربي. بالنسبة للهريسة حضرتها معاكم في فيديو، بحول الله نحط لكم اللي متاعه في صندوق الوصف. هذه مكونات شرمولة القرعبة والطزينة ولا صوص القرعبة والطزينة. نتعدوا تو مرحلة التحضير. باش نبدو بالقرعة نقصوه، غسلت القرعة مليح وخليته يستقطر شوي. جبت صحن غارق وكبير باش نقص القرعة نحطه فوسطه، وكي نجي نملحه ما يتكبش، يعني نلقى راحتي باش نملحه. نخليه جانبا. تو نجيب القرعة، نحي تو الراس الاول نتاع القرعة منين ينبت، هذايا نحطه جانبا، وزيد التلاني ثاني نحطه جانبا. يبدا القرع صغير وجديد ما نقشروش، نحي كان الطراس الاسود. مثلا كي نلقى بلاصه سوده كيف هكا نحيت البلايص السود من غير ما نحي القشره كامله. تو باش نقصهم دوائر روندالات كيف هكا. نقصهم على اثنين كيف هكا، ونجيب الصحن اللي جبته الكبير ونحط فيه القرع. القرع كملت قصيته، توا نحطه جانبا. توا عندي راس البصل قشرته وغسلته باش نبدا نقص فيه رقايق. البصل كملت قصيته، تو بقولي زوز فصوص الثوم. نجيب الحكاكة اللي خرج بها الجبن ونحط الثوم كيف هكا. تو باش نجيبو شوية ملح ونملحو القرع. بسم الله الرحمن الرحيم، نحطو فيه شوية ملح كيف هكا، نحركوه مليح. الوقت حطيت المقله تسخن والزيت سخن، نبدا توا نقلي باش القرع ما يسيبش الماء. كي الخضره نزيدوها الملح تخرج ديريكت الماء، ماذا بينا توا نقلوه مباشره بعد ما نملحوه. توا الزيت نتاعنا سخن، نجيبوا القرع ونحطوه. بسم الله الرحمن الرحيم، ساعدوا روحنا لنتحرقوا.
جبت صحن وفرشته بمنديل كاغر باش القرع اللي يطيب نحطه في وسط الصحن باش الكاغر يمتص الزيوت. يزيه القرع كيف هكا نخرجه ونحطه في الصحن. باش نحضر معكم التتبيله، جبت صحفه معها كاس ماء، بسم الله الرحمن الرحيم، نحطوا الماء في الصحفه، عندنا الملح كل واحد يملح حسب الرغبه، عندي شويه تبل وكرويه نزيدهم، وعندي مغرفه الطماطم وشويه الهريسه العرب نزيدوهم، ونحرك المكونات مليح. والتتبيله مليح وتاكدت انه الطماطم والهريسه تحلوا في الماء، تو ما بقى لي كان نبدو نطيبوا. نحطوا كسرونه على النار، حطيت تو كسرونه صغيره على النار سخنت، نزيدها شويه زيت نباتي قدر زوز مغارف ولا ثلاثه، ونزيدوا البصل. زدت البصل وحركته، تو نخليه لين يتقلى مليح ويتبدل لونه، وكل مرة نحركه شوي. البصل تقلى مليح وتبدل لونه كيما تشوفوا، وذبل. نجيبوا التتبيلة اللي خلطناها مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحطوها، ونزيدوا عليها شوية الثوم، ونحرك مليح. تو في الغليان تو نغطيها بالغطاء نتاعها ونخليها على نار هاديه، يعني نقصلها النار على الاخ. كيما تشوفوا البصل ولا باين، يعني الصوص شاحت. تو باش نزيدوا القرع، بسم الله الرحمن الرحيم، نحركوا بشوي بشوي ندخلوا في الصوص. حركت القرع في الصوص، تو باش نخليه مدة 10 دقائق وهو مش مغطي، ما نعملوش الكسرونة الغطا نتاعها، نخلوها كيف هكا على نار هادية، وبعد 10 دقائق بحول له نرجع. الشرمولة نتاعنا حضرت، ولا صوص القرع بطزينة، تو ما بقالي كان نزيدها مغرفة الخل، بسم الله الرحمن الرحيم، نحطها هكا بشوي، ونحرك بشوي بشوي كيف هكا من الأول. نشد الكسرونه كيف هكا ونحرك باش القرع ما يتفتفتش. توا نطفي عليها النار، توا نمشي نحطها في الصحن ونقدمها سخون. توا جبت الصحن اللي باش نقدم فيه، نحرك توا الكسرونه كيف هكا من غير ما نحطها بالمغارف، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط الشرموله في الصحن كيف هكا. كيما تشوفوا الكسرونه مشي شاده، طيب الوجبات الخفيفه هذه بحول الله ما تشدش الكسرونه حتى كي تشيح من المرق نتاعها. الشرمول شرموله القرع بوطزينه حضرت، هذا الوجه النهائي نتاعها، وجبه سهله التحضير واقتصاديه، والاهم تجي بنينه على الاخر. نجموا نقدموه مع خبز عربي تجي وجبه كامله اقتصاديه وسهله وبنينه على الاخر، ونجموا ثاني نقدموه مع الاكلات الرئيسيه الكبيره كمقبله تجي من احسن وابن ما يكون. ان شاء الله يعجبكم طبق اليوم وينال رضاكم. إلى اللقاء في وصفة قادمة عن قريب، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.